بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. في حلقة سابقة بينا خاصية من خصائص سورة الواقعة، لكن إذا قرأها في ليلة الجمعة. اليوم أريد أبين باقي خصائص هذه السورة المباركة. بالحقيقة وردت فيها خواص كثيرة عن النبي صلوات الله عليه وآله وعن الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. مثلا في حديث عن الإمام الباقر سلام الله عليه يقول: من قرأ سورة الواقعة قبل أن ينام، قبل لا ينام يقرأها بالموبايل بالقرآن، حافظها هو يقرأها، يقول: لقي الله ووجهه كالقمر ليلة البدر. لقي الله ووجهه كالقمر ليلة البدر. نقرأ في الدعاء لما نريد نتوضأ: اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه. ذلك اليوم كثير من الوجوه تسود. اللي يقرأ سورة الواقعة لقي الله كما يقول الإمام الباقر ووجهه كالقمر ليلة البدر. كذلك وردت خواص كثيرة أيضا في هذه السورة عن النبي صلى الله عليه وآله، يقول: من قرأ هذه السورة لم يكتب من الغافلين. اللي يقرأ سورة الواقعة لم يكتب من الغافلين، أعاذنا الله وإياكم أن نكون من الغافلين. بعد يقول: وإن كتبت سورة الواقعة، وإن كتبت وجعلت في المنزل نما من الخير فيه. في رواية أنه كثر الخير فيه. اللي يكتب سورة الواقعة في ورقة ويعلقها بالبيت، الكثير مثلا يشكون، يقولون إن احنا مثلا هذا البيت أنه قليل البركة، يعني ما نشوف عندنا أكو بركة في هذا البيت. هذه السورة من موجبات البركة في البيت. النبي صلوات الله عليه وآله يقول: وإن كتبت وجعلت في المنزل نما من الخير فيه، يعني يكثر الخير فيه. بعد: ومن أدمن على قراءتها زال عنه الفقر. اللي يدمن على قراءتها، الإدمان ولو باليوم مرة واحدة يقرأها، زال عنه الفقر. هذه السورة من موجبات الغنى. دائما معروفة سورة الواقعة بأنها ترزق من يقرأها الغنى. بعد يقول النبي تكملة الرواية، يقول: وفيها حفظ وتوفيق وسعة في المال. فيها حفظ تحفظ الإنسان، وتوفيق من موجبات التوفيق واقعا، وسعة في المال مثل كما قلت أنها من الأمور ومن السور التي توجب الغنى. في رواية أنه عثمان بن عفان لما زار عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه، عثمان بن مسعود من خيرة الصحابة، زاره في مرض موته، فقال له عثمان، قال له: ما تشكو؟ قال: أشكو ذنوبي. قال: وما تشتهي؟ قال: أشتهي رحمة ربي. قال: أتريد أن نعطيك عطائك؟ قال: منعتني إياه وأنا محتاج إليه، وتعطيني إياه وأنا مستغني عنه، ما أريد، يعني أنا من كنت محتاج إلى أنت منعتني إياه، هسه الآن أنا بعد رايح إلى الكريم، بعد شو أسوي بعطائي؟ ما أريد، وتعطينيه وأنا مستغن عنه. قال له: يكون لبناتك. هذا عبد الله بن مسعود كان عنده بنات، فقال له عثمان، قال له: هذا العطاء اللي نعطيك إياه هسه أنت ما محتاجه، مستغني عنه، لكن يكون لبناتك، بناتك ما عندك شيء، ما عندن شيء. فقال: لا، فقد علمتهن، فقد أمرتهن أن يقرأن سورة الواقعة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من قرأ سورة الواقعة لم تصبه فاقة ولا فقر أبدا. ما يصيبه لا حاجة، الفاقة يعني الحاجة باللغة، ولا فقر. فهذه السورة مجربة من السور التي من أدمن عليها الله عز وجل يرزقه الخير الكثير. الإمام الصادق في رواية أخيرة يقول: إن فيها سورة الواقعة، إن فيها من المنافع ما لا يحصى. فمن ذلك، من واحدة من هذه المنافع، إذا قرأت على الميت غفر الله له. لما تروح تزور أبويك حفظ الله الآباء الموجودين، أحد الأعز، تقرأها على قبره. يقول: من إذا قرأت على الميت غفر الله له، وإذا قرأت من قرب، من وإذا قرأت على من قرب أجله. إنسان جاي يحتضر وتقرأ عليه سورة الواقعة، وإذا قرأت على من قرب أجله عند موته
سهل الله عليه خروج روحه بإذن الله تعالى. إذن هذه السورة فوائدها كثيرة وجمة لا تحصى كما يقول الإمام الصادق سلام الله عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى الحفظ والتوفيق لنا ولكم جميعا ببركته وببركة الصلاة على محمد وآل محمد.